ماشي معجزة، لأن هذا إنجاز خرافي، إنجاز غير مسبوق، وهذا ماشي بالصدفة، عمل كبير، رغم أن وليد الراقي والطاقم اللي معاه خداو المنتخب في واحد الفترة اللي قريبة جدا من هذا كأس العالم، ولكن الروح رجعات. كاين اللاعبين اللي تيبغيو البلد ديالهم، لا اللاعبين اللي تيلعبوا برا، لا اللاعبين اللي في البطولة ديالنا اللي فرحت شت اللاعبين اللي دخلوا كرسميين ولا كذلك احتياطيين تيدخلوا، نفس الشيء، نفس التهوهوج، نفس العطاء، نفس الجدية القتالية، أسود بمعنى الكلمة. وليد الكراكي فرحان كثير بالوجود ديالو على الطاقم، مع وليد، مع بن محمود، مع أمزين، لاعبين اللي لعبوا في المنتخب الوطني المغربي، تيعرفوا العقلية وعرفوا كيفاش يوجدوا هذا المنتخب هذا، اللي خلانا نشوفوا بأنه عائلة واحدة، منظومة واحدة، أسرة واحدة. وهذا الشيء بان كذلك بالبادرة اللي اتخذت بأن الوالدين ديالهم يكونوا حاضرين، وهذا الشيء تو عطاهم واحد مساندة كبيرة اللي خلتنا نشوفوا منتخب وطني مغربي في المستوى العالي اللي بهر الجميع عالميا، والنتائج اللي دارهم ماشي بالصدفة. فعندنا مستقبل في هذا المنتخب الوطني المغربي، راك شفتوا اللاعبين الشباب اللي موجودين كتار، اللي شاركوا اول مره، اللي تنادى عليهم اول مره، فرحانين باش يلعبوا مع المنتخب الوطني المغربي، وان شاء الله تكون هذه الصائبه باش الفوز بكاس افريقيا اللي انتظرناه سنين، وكاس العالم اللي غادي تجي في البلدان هذوك اللي في امريكا، لا كندا، لا المكسيك، لا الى امريكا، الولايات المتحده. فمنتخب الوطني المغربي تيبشر بالخير، افاق ديال النتائج ان شاء الله تكون ايجابيه جدا، وخصنا كما قلت نستثمروا ونزيدوا نجتهدوا وما نتوقفوش باش ما نبقاوش واحد الفتره وننتظروا عاوتاني. عندنا واحد الجيل ذهبي، عندنا لاعبين في المستوى الكبير، اطر وطنيه، شفنا واحد منهم نموذج ديال المدربين المغاربه اللي تعطاتو هاد التحدي من طرف وزير القجع، وعرف بان الوقت ماشي كثير وكاين كوب كاس العالم، وخداها بكل النيه ديالو كما تيقول، خداها بنيته، وخلى اشياء اخرى اللي كان يمكن يمشي لها هو لا رشيد، ولكن النداء ديال الوطن حتى واحد ما تيرفضو. فهذاك الشيء اللي زاد عطاه القوه وعطاه المسانده ديال الجميع والحب ديال الناس، لا هو المجموعه اللي كاينه. الحمد لله شفنا منتخب وطني في المستوى الكبير، ونتمنوا بان يبان داك الشيء توا في البطوله، لان داك الشيء تيعطي توهج، تيعطي جمهور في المستوى العالي اللي شفناه، لان تنوه به كثير الجمهور، لان داك الشيء اللي داروه كل شيء انبهر، كل شيء تيشوف هذيك الاشياء بانه راه مسانده كبيره، خلات المنتخب يكون في داك التوب نيفو، لان هز الايقاع كبير وعطى واحد المسؤوليه للاعب العربي، اللاعب الافريقي، بانه ما يبقاش يمشي غير يشارك ويرجع ويمشي يدير نتائجها باش ينشط هذاك الدور الاول اللي تيكون فيه. فدابا لازم بان ناخذوا بالاعتبار وناخذوا كمثل المنتخب الوطني المغربي.